نظم مستخدم قطاع الصحة بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء وقف احتجاجي استنكارا لما أسموه استمرار سياسة الصمت واللامبالاة من قبل المسؤولين بالحكومة حيال ازدواجية تقاعد مستخدم المراكز الاستشفائية الجامعية. الناس اللي خرجوا مساكن قبل منا خرجوا بأثمنة هزيلة جدا، تقاعدات ما فيها والو، كيجيو كيسعاو كيجيو كيطلبوا في المستشفى، كاين اللي مات مسكين بالحرقة ديال أنه كيخرج والو، كاين اللي كيبغي يخرج وكيمشي يطلب يخدم يا إما سيكوريتي يا إما في الميناج يا إما في حشومة هادشي. حنا كنطلبوا المسؤولين وكنناجدوهم دائما باش يتصمتوا لينا ويسمعوا لينا، حيت إخواننا في الرباط عندهم تقاعدات حسن منا ديال لاسيمير، وحنايا عندنا تقاعد هزيل جدا. حشومة الموظف يخدم 30 عام ويخدم 36 عام ويخرج ب 1000 درهم 900 درهم، حشومة هادشي ما رضاوهاش حنا المغرب ديالنا. اليوم كنعيشوا وقفة احتجاجية ليست الأولى من نوعها بل هي الرابعة منذ بداية الاحتجاجات. مطالب ديالنا واضحة، هي تعديل الفصلين 71 و72 من المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدم المراكز الاستشفائية، واللي كنطالبوا من خلاله بتوحيد نظام ديال التقاعد، لان كنعيشوا ازدواجيه في الانظمه ديال التقاعد، نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد لمستخدمي المراكز الاستشفائيه والصندوق المغربي للتقاعد لفائده موظفي وزاره الصحه. ودار بين المراكز الاستشفائيه كذلك كنعيشوا ازدواجيه ما بين المركز الاستشفائي بنو سينا وباقي المراكز الاستشفائيه الاربعه اللي هي فاس مراكش وجده والدار البيضاء. فحنا كنطالبوا بوحده التقاعد وبالعدالة والكرامة لفائدة العاملين بقطاع الصحة. لازلنا في إطار المسلسل المعروف اللي مازال كيمتد إلى يومنا هذا أمام تعنت المسؤولين والإدارة والجهات المعنية. لازلنا نعاني الحيف، لازال الضغط مستمر على هذه الفئة التي تعاني من ظلم الحكومة المستمر. لازلنا ننتظر حلول ناجعة، لازلنا ننتظر ولازلنا نرمي بمسؤوليتنا ومعاناتنا، وكنطلبوا من الجهات المسؤولة تدخل، وإلا فهذا الانقطاع ينهار، راه كيغرق، إنه يغرق يغرق بالله عليكم. حاولوا تلتفتوا، راه حنا كنغرقوا. إذا إلا ما التفتوش في هذه المرحلة هذه وفي هذه الفترة هذه اللي القطاع يعاني خصاص ويعاني مشاكل عدة ونزيدوها هذا المشكل ديال التقاعد، فصعب علينا نتجاوزوا هذه المرحلة هذه. نحن في حالة نفسية جد مضطربة، الله يجزيكم بخير يا مسؤولين يا حكومة يا من بيده زمام الأمر، التفتوا التفاتة كريمة. لازم نوجه نداءنا إلى جلالة الملك للمرة الثانية والثالثة وماشي الأخيرة، عمرنا ما غنوقفوا لأن هذه مسألة مصيرية. انتبهوا بأنها مسألة مصيرية، راه ملي كنخرجوا للتقاعد عاد كتكثر الأمراض وعاد كتكثر الاحتياجات وعاد كيبان لو ريسك اللي حنا من أجله كناضلوا. ما كنطلبوش شي حاجة مستحيلة، كنطلبوا الجهات المعنية تدخل وتحلينا التقاعد ديالنا على غرار زملائنا. ما لا كفى من سياسة الكيل بمكيالين، بركة من سياسة الكيل بمكيالين، الحكومة تلتفت وتسوي بين جميع الموظفين. وتعتزم تنسيقية النقابات المحلية بالمركز الاستشفائي ابن رشد خوض برنامج نضالي تصعيدي إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية. يا رئيس الحكومة.